ان جوزها ان صاحبة عمرها خانتها. طب قولي لي يا شيهان، بعيدا عن الاسئلة الفنية، لو انت في حياتك الشخصية تعرضتي لموقف زي ده تعملي ايه؟ بأمانة تعملي ايه؟ يعني انت متجوزة وفجأة اكتشفتي بعد الشر يعني ان جوزك خانك مع صديقتك وكده، فانت تتصرفي ازاي؟ هاي يعني هحرمها هي من وجودي في حياتها، عشان انا شايفه ان الخيانه مش من الزوج، هي الخيانه من الصحبه، عشان احنا كاصحاب مفيش بينا وبين بعض صله دم ولا ورقه بتربطنا مع بعض، اذا كانت بتقول ان انت بنتي او اختي او يعني لكن هو ممكن بالورقه دي لو خلصت، هو غريب مهما كانت المشاعر، فناس كتير جدا بنتجوز اكتر من مره، فهو سهل ان انت تسامحي. يعني انت عندك صديقه ممكن تبقى في حياتك اعز من زوجك؟ العلاقه نفسها اعز، العلاقه نفسها اعز، لما اكون اصل انا لما في حاجه بتضايقني بجري على صاحبتي احكيها لها من غير الرتوش طبعا. لكن لو انت جوزك ممكن تحكيها له بالرتوش، فالصحبه اعز بكتير من اي علاقات تانيه، وبالذات لما تبقى مثلا زي المسلسل ان هي عشره عمر وسنين كتير وتفاصيل كتير. حاسه في تنهدك ان في عندك مشكله ما. لا خالص، انا بس الدور مأثر فيا قوي، ان هي حتى في الكلام كانت بتقول لها ليه حرمتيني منك، يعني ليه بتحرميني منك، ما هو اصل هو اللي ما هو بيزعلني بجري في حضنك. فبقت لا الصديقة ولا الزوج. يعني انت بتعتبري ان الصداقة ابقى من الجواز؟ مفروض. مفروض طبعا الصداقة بتبقى اقوى من اي علاقة تانية، يعني من اي علاقة عمل، انت عارفة حضرتك عارفة طبعًا. ممكن طبعًا. تبقى حد قريب ليك عشان في دلوقتي مصلحة ما شغل، هي العلاقة ما بتبقاش عشان المصلحة بس، هو اوريدي انا وحضرتك كل يوم بنشوف بعض، فعلاقتنا اتوطدت قوي عشان احنا بنمثل مع بعض دلوقتي. لو العلاقة دي والمشاعر دي صافية وصادقة هتستمر بعد العمل طبعا. لكن لو هي وليدة العمل او وليدة اللحظة هتبقى زمالة، هتبقى زمالة بالظبط بالظبط. فهي بالتالي انا شايفة العلاقات الزوجية، ما هو اصلها يعني متغيرة، انا النهاردة ممكن انفصل وابقى مع زوج تاني فهو يبقى ليا قريب، بس ستيل تبقى صديقتك هي معاكي في كل علاقاتك التانية. طيب جيهان انور، لما بتكونش عندك شغل بتقضي يومك ازاي؟ في البيت ما بعملش حاجه، انا بحب اشتغل تريكو، بحب تلاقيني اعمل زرعه زي دي، بحب الاعمال الفنيه كده، فتلاقيني ايه انا اعمل